السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيكة لفطور العيد، سهلة جدا في التحضير، اقتصادية وبطبقة مقرمشة من الفوق، كتجي بنينة، والأهم أنها سهلة في التحضير وكتوجد بسرعة. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارتاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. وكنقول لكم عيد مبارك سعيد، دخل عليكم بالصحة والسلامة وبطول العمر ان شاء الله. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في المكونات، عندي 3 حبات ديال البيض، 2 اكياس ديال الخميرة ديال الحلوة او البيكين باودر، كيس ديال السكر فانيلا، معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، كأس سكر، كأس زيت وكأس حليب، معلقة ديال الخل، وشوية او معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، و جوج كؤوس ديال الدقيق. غادي نجيب واحد الاناء، غادي نوضع السكر والبيض والسكر فانيلا، ممكن تعوضوها بالفانيلا السائله، ممكن تحكوا القشور ديال الحامض، الاختيار كيبقى ليكم. واللي بغى يستعملها في التراب، يعني يخلطها بالتراب او يصوبها في كاس الخلاط، دائما الاختيار كيبقى ليكم. صافي، هنا غادي نزيد داك البيض على السكر وغادي نطربو شويه بيدي، خلطوه مزيان حتى يبدا يتجانس البيض مع السكر. غادي نضيف الحليب والزيت و معلقة ديال القهوة سريعة الذوبان، وغادي نخلطو مزيان. غادي نضيف الخميره ديال الحلوه، 2 ديال الخمارات حمر، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. انا هنايا عبرت بالمعلقه الصغيره، درت 2 ديال المعالق. غادي نغربلو مزيان. باش نجح معكم الكيكه ضروري انكم تغربلو الكاكاو وتغربلو ايضا الطحين. صافي، وكنخلط مزيان، وعاد غادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه. كما قلت لكم انا درت 2 ديال الكيسان ديال الطحين، ممكن ديروا اكثر ممكن ديروا قل، المهم ان الخليط يجيكم خفيف وما يكونش كيتقطع. وفي هذه الاثناء هذه راني راده الفرن يسخن على درجه حراره 180. كما كتلاحظوا كتكون هذا هو الكثافه ديال الخليط. انا هنايا جبت مول، ديروا اي مول بغيتي، ودرت ورق الزبده من التحت ودهنت الجناب بالزبده ورشيت بالطحين. وغادي نكب الكيكه. الكيكه باش تجيكم منفوخه ضروري انكم تهزوا يديكم فاش تكونوا كتكبوا الخليط، وصافي كما لاحظتي وكتجي خفيفه القوام ديالها كيفاش كيجي. المهم ما تكونش غير كتقطع، فاش تهزو هكا الخليط يبدا يهبط يعني هكا كامل، فعرفوا ان الكيكه ديالكم يعني هذاك هو القوام ديال الكيكه. هنا غادي نجيب رديت الكيكه طيب، وغادي نجيب واحد نديرو واحد الصلصه اللي غادي نديرو من الفوق. غادي نحتاجو لها 10 ديال القطع ديال شكلاط الكحل وكاس ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الشكلاط يديروا كاوبيل او يديروا الكاكاو، الاختيار كيبقى لكم. غادي نرد الحليب والشكلاط يذوبوا.
هنا من بعد ما دابو غادي نضيف عليهم كاس ديال كاوكاو كونكاستي او كاوكاو مهرمش. والكيكه بعد ما خرجتها من الفران كنوضع فوق منها الخليط ديال الشكلاط مع الكاوكاو مهرمش من الفوق كيجي. وضروري انكم تقبلوا الكيكه مزيان باش تجيكم شاربه داك السيرو باش تجيكم معلكه حتى من الداخل. فاخواتي الكيكه بعد ما خليتها كتبرد كتجي هذا هو الشكل ديالها النهائي. كتخليوها حتى كتشرب داك السيرو مزيان كتجيكم معلكه والطبقه مقرمشه من الفوق وكتجي منفوخه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو فلاشين باش تصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم دعموني بالليك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.